السلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي عزيزاتي متتبعي ومتتبعات قناة تيلي ماروك في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم جليسة رياضية. حلقة اليوم وكالعادة غنتناولوا ثلاث محاور. البداية بالميركاتو الشتوي الذي يفتح أبوابه اليوم الجمعة. الميركاتو الشتوي، الأسئلة المقلقة للمسيرين للمحبين وللاعبين ولوكلاء اللاعبين والمدربين. في المحطة الثانية سنتوقف عند الأندية الممنوعة من التعاقدات سواء على المستوى الدولي أو المحلي، أو الأندية التي لم تؤدي ديونها والتي لا زالت كثير من الملفات عالقة في غرفة المنازعات. نختم بتدوينة مثيرة للجدل، هذه المرة تتعلق بلاعب الرجاء بن حليم. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيلي ماروك ضيفان لهما صلة، لهما ارتباط، لهما معرفة بهذه المحاور. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي حميد زكي، وكيل أعمال اللاعبين. مرحبا مرة أخرى سي حسن، تحياتي لك والطاقم التقني المرافق لك، وكذلك تحية لكل المشاهدين ديال قناة تيلي ماروك، وكذلك نرحب بالضيف ديالك العزيز سي نور الدين مصدق. معنا نور الدين مصدق، انت قدمتي اللاعب السابق وكنشكره، وكيل اعمال اللاعبين اللي كنشكره على تكبد عناء السفر من فاس للدار البيضاء. اهلا وسهلا الاخ حسن، اهلا وسهلا المشاهدين الكرام. البداية بالميركاتو الشتوي الذي يفتح أبوابه اليوم وسط أسئلة مقلقة لمكونات المنظومة الكروية. قبل ما نبدأ النقاش غنمشيو نشوفوا تقرير مع زميلنا محمد خير ثم نواصل الحديث. أعطت الجامعة الملكية المغربية اليوم موعد انطلاق الميركاتو الشتوي وسط ترقب كبير من طرف الجماهير التي تنتظر جلب لاعبين لضخ دماء جديدة في فرقها. أسماء نجوم الدوري المغربي تفتح شهية رؤساء الأندية، ففي كل ميركاتو يبحثون عن مهاجمين وصانعي ألعاب وأظهرة لتدعيم الصفوف والقطع مع النقائص الفنية بانتداب لاعبين يقدمون الإضافة في المستطيل الأخضر. عدة فرق تراهن على الانتدابات الشتوية وينتظرها عمل كبير، خاصة وأنها ملزمة بالمنافسة على الألقاب وتخوض أكثر من منافسة مثل الرجاء البيضاوي والوداد وحسنية أكادير ونهضة بركان. هذه الأندية تمثل المغرب في مسابقات كبيرة كدور أبطال إفريقيا وكأس محمد السادس للأندية الأبطال. سي نور الدين، واش كاين شي استعداد قبل الميركاتو ولا الميركاتو تعودتوا عليه كتخدموه قبل ما يوصل الميركاتو؟ هو بالنسبة لأول شيء كان من هذا المنبر هذا كنحاولوا بعدا نهنيو جميع الملكية المغربية لكرة القدم على المعلمة التاريخية ديال كرة القدم اللي كانت جات في عهد السيد فوجي القجع، ألا وهي مركب محمد السادس اللي موجود في معمورة. من بعد ندوزو للميركاتو. الميركاتو ما كيتخدمش تل لقيته بوقيته. الميركاتو كيتخدم تقريبا من بداية السنة، يعني كتخلي يعني كتشوف مراكز الخلل اللي كيقدروا يكونوا عند الفرق اللي كتلعب، لان تجرات حاليا تقريبا 9 ديال الجولات، وفي القسم الاول وفي القسم الثاني تقريبا 12 جوله، وكتكون انت كتبحث على المراكز الخلل اللي كيكونوا في الفرق، ومن هذا الباب هذا كتبحث على لاعبين اللي هما في المستوى العالي اللي يقدروا يجيو يعطيو اضافه للفرق الوطنيه، واللي كتكون انت مرتبهم. يعني كتحاول ما امكن انك تشوف لاعبين يعني اللي يكونوا جاهزين بدنيا وتقنيا، حيت هذه المرحله هذه خاصه المرحله الشتويه ما كتحتاجش اللاعبين اللي عاد يجربوا ولا عاد، خاص لاعبين اللي هما كيكونوا جاهزين مباشره كيدخلوا، اللي غيقدروا يدخلوا في المنظومه التكتيكيه ديال اي مدرب. هذا هو السؤال ديالي يعني بطريقه سلسه وبطريقه سهله. هذا هو السؤال ديالي زكي، شنو هو الفرق بين الميركاتو الشتوي والصيفي؟ فين كاين الاختلاف؟ مرحبا بسي حسن مرة أخرى. أولا باش نجاوبك على السؤال، ما كاينش شي فرق كبير. أن الفرق اللي كاين هو أن بداية السنة كيكون يعني الانتدابات اللي كيكونوا واحد العدد كثير ديال اللاعبين اللي كيمروا من عدة أندية، سواء من نادي لنادي، أنذاك
اللي كيحسم في الامر هو الاطار الوطني. فيما يخص الميركاتو الشتوي، فالميركاتو الشتوي انه محدود اللاعبين، ان كاين واحد العدد الانديه على حسب المراكز الخاصه، حسب المراكز، على حسب المراكز. حنا العمل ديالنا كما قال لك سي نور الدين كيبدا قبل على الاقل بواحد الشهر. علاش؟ اننا كنجول في الميادين الرياضيه، كنشوف مقابلات، واذا بيا عندنا اتصالات مع بعض اللاعبين ديالنا، وكنشوف الخصائص اللي كاين بعض الانديه، وكنتصلوا برؤساء الانديه. فمثلا كتخبروا كتقولوا عندي لاعب جاهز لفلان فلاني ولا هذه. لهذا المسير كيستشر مع الاطار ديالو، انا ذاك كنكونوا حنا صله وصل ما بين النادي واللاعب، وهذه من جهه. من جهه ثانيه انا غادي بغيت نفتح واحد القوس سي حسن، اننا كنشكروا جميع الملك المغربي لكره القدم على انه في شخص رئيسها واعضاء المجلس المسير ديالها، لاننا قنات هذه اللعبه، لان الان حنا بجانبك بزميل ديالي السي مصدق نور الدين، على ان قنات هذه المهنه. هذه المهنه الان اللي حنا الان كنشرفوا هذه المهنه، وكنعطيو واحد المنتوج كروي جديد بعض اللاعبين، ان حنا كوكلاء وكمنقبين اللي خصو يعرف الراي العام. فالجامعه قنات هذه المهنه، هذه استطاعت انها باش بدات كتصفي الامور ديالها، لان كاين واحد خصها وقت. لا بالفعل انا معك بزاف سالتين بزاف، ولكن كاين هنا بعض الدخلاء هما اللي محتكرين السوق، وكيجي داخل ما يمكنليش نسمي لك، وكيجي يجيب لاعب اولا ماشي هو اللي داه، وجايب كيتصور به معاه، وكيدير واحد الاشهار ديالو، انا ديت لعب الفلان الفلاني لهذا النادي، انا كيتصور مع مدرب رغم انه ما جابش ذاك المدرب، وكيمشي يتصور معاه، واذا به كيرميها في وسائل سميتو التواصل، وكيبان له بانه راه ذاك الدخيل ما نسميه انه مصور مع مدرب فلان عنده سميه. بزاف ديال المهن فيها الدخلاء، فيها حتى الصحافه فيها الدخلاء. سي مصدق الان واش تكلم زكي على التقنين، واش التقنين كتشوف بانه غادي يقدر يتحقق؟ هو كنظن بان الجامعه الملكيه المغربيه هو الجامعه الملكيه المغربيه كان عندها قانون صابق، يعني كان سابق، يعني كانت مخرجه قانون ديال الوكلاء. الجامعه لان الاتحاد الدولي لكره القدم صدر قانون اللي هو جديد، من الجامعه كانت سبقت الحدث وخرجت قانون ليوازي القانون ديال الاتحاد الدولي، يعني بموازاه مع متشابه، يعني ما مختلفش عليه بعض الشيء. وهذا تيتحسب على الجامعه الملكيه المغربيه، لان ما نكذبش عليك كاين دخلاء، كاين وكلاء، كاين وسطاء. لا واش خصهم يديروا امتحانات؟ لا هو كاين امتحان، راه حنا مرينا بالامتحان، ولو اننا سبقنا ودرنا امتحان اللي هو دولي على هذا، ولكن في هذا مؤخرا درنا امتحان وتم يعني طرح اسئله اللي هي موجهه، يعني كاين بزاف ديال الاعضاء الجامعيين اللي كيسهروا على هذا اللي غيسهروا وساهرين، وان شاء الله بحول الله غيحاولوا ما امكن على انه يصفيوا هذا المجال هذا، وغيخرجوا قانون اللي يقدر يحد من هذه الفوضى اللي كانت عايشها المهنه ديال وكيل اللاعبين. انا اللي كنشوف بانه الجامعه الملكيه مشكوره لانها حاولت ما امكن على انها تقنن وغتحد من الفوضى اللي كانت عايشها كره القدم الوطنيه، واللي ديما حلقه ضعيفه في هذه المنظومه الكرويه في المغرب هي الوسيط، مع العلم ان الوسيط ان الوكيل واللي هو معتمد وكيحترم راسه عنصر اساسي وشحال من وكيل ربح شحال الفرق، وشحال من وكيل ساهم يعني في جلب جماهير ديال الملاعب. لان علاش الوكيل ملي كتستخدم انت لاعب اللي هو في مستوى وكيعطي منتوج للفريق ديالو، كنت متاكد اول شيء كيحد من شغب الملاعب، ثاني شيء كيعطي فرجه في الملعب، ثاني شيء كيجلب لك جماهير اللي هي قويه وكتنمي لك الاقتصاد ديال الفريق، ومن بعد ذلك ذاك اللاعب كيتم البيع ديالو للفريق يعني خارج الوطن ولا داخل الوطن بثمن يعني تيفوت اضعاف الاضعاف ديال الثمن باش خديتيه. حتى اللاعب كيحسن الوضع الاجتماعي. اسمح لي نكمل. الجامعه حاولت ما امكن على ان مادام ان هذه المهنه واللي هي مهنه شريفه واللي خاصها يكونوا الناس اللي هما في المستوى يكونوا كفاء ودي كونيسور، ما يكونش وكيل اللي ما عندوش درايه وما عندوش علاقه لا بالقوانين ولا بالملعب. ولهذا الجامعه، لان علاش كاين وسطاء اللي سمحهم الله حاولوا انهم يزوروا في وثائق رسميه وتم التوقيف ديالهم، وتم يعني الجامعه راه ما سكتاش، يعني الجامعه حاولت ما امكن على ان تحد من الفوضى اللي كانت عايشها المهنه ديال الوكيل. حاليا
كاين وسطاء للوكلاء اللي قدموا ترشح ديالهم من اجل نيل يعني الرخصه ديال الوكيل ديال 2019 2020، والجامعه راه ما ساكتاش يعني ساهره على هذا الميدان هذا، وتحاول كما كاين قانون المدرب كاين قانون اللاعب كذلك راه خرج قانون الوكيل، واللي حنا خصنا نرضخوا القوانين ديال الجامعه كيف ما بغى يكون حالنا يعني. طيب الجامعه هي اللي كتصرع على الامور. اللي بغيت نضيف لك نور الدين هو ان تكلمتي على المزايا ديال هذا الدور اللي كيلعبوا الوكيل، الجانب الاقتصادي، الجانب حتى الجانب الاجتماعي للاعب، لان شحال من لاعب تحسنت الوضعيه ديالو وانتقل من ضفه الفقر الى ولا لاباع. لهذا فاش خصنا نعتبروا الوكيل راه يعني واحد الحلقه اللي هي شنو نقول لك اللي كتفيد، وهو اللي ما كيستافد كثير من الوكلاء ما كيستافدوش، لان علاش كتلقى بانه ولو انه كيسهر على لاعب وكيقدموا للفريق وكيعرضوا على الفريق، كتلقى ان الفريق بعض الاحيان كيتاخر في تاديه واجب ديال الوكيل، ومع العلم ان الوكيل راه من هذه المهنه كيسترزق، من هذه المهنه كيعيش ولاده، من هذه المهنه كيقري ولاده. كاين لاعبين اللي ما كيخلصوش الوكلاء يعني، والجامعه اسمح لي نشرح هذه المساله هذه ديال القانون الجديد اللي خرجته الجامعه، بالعكس في صالح الوكيل خرجت القانون الجديد باش تحد من التسيب ديال الانديه وكذلك ديال اللاعبين. طيب غادي نلقاو دائما في هذا الموضوع ولكن في زاويه معالجه اخرى، سنتحدث عن الانديه الممنوعه من الصرف، انديه تعاني من المديونيه وهامش تدخل الوكيل او الوسيط يبدو ضيقا. سي حميد، هاد الفرق دابا حنا تكلمنا وكنتكلموا دائما على هذا المشكل ديال الحسيمه اللي لا فيفا منعات على التعاقدات واحد 3 سنين، كاين انديه اللي ما منعش على التعاقدات ولكنها تعاني من مديونيه، كيفاش كتدخلوا نتوما امام فرق غارقه؟ غادي نبدا لك سي حسن بفريق شباب الريف الحسيمه اللي هو عريق، وحقا انه هذه السنه هذه البدايه ديالو انه انتدب واحد العدد لاعبين ممتازين، والمسيره ديالو غادي لحد الان حسن الى احسن، استقط جابوا واحد اللاعبين اللي ربما كاين بعض اللاعبين اللي ربما المكتب المسير هو اللي كيشب عينو، زائد ان جابوا جوج ديال اللاعبين في مستوى عالي اللي هما في هذوك 8 لاعبين اللي مسجلين عندهم ديال هذه السنه هذه، موجود لاعبين اللي هما بناي لاعب القدوم ديال الفريق المغرب فاتي وعده انديه مغربيه، ولد البناي ولد البناي بالفعل وكذلك وليد الخلدوني، هادو جوج لاعبين لامعين في شباب الريف الحسيمي. فانا اتاسف من هذا المنبر ديالكم عن الفريق ديال شباب الريف الحسيمي انه لا فيفا هي صاحبه القرار، ليست الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، فلا فيفا هي صاحبه القرار. فيما يخص السؤال ديالك على بعض الانديه المغربيه، اللي القرار سيحسم من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. الا مشينا لقسم النزاعات فكنلقاو تراكمات كثيره ديال النزاعات عند واحد العدد ديال الانديه المغربيه، لذا ما كيبقاش القرار من بين يدينا ولا القرار فالقرار في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، هي اللي كتبت وكتشوف المعايير ديال داك النادي اللي ما خلصش المديونيه ديالو لواحد العدد ديال اللاعبين، واحد العدد ديال الاطور اللي دازو من عندها. لذا انا كيبان لي لا الى فيفا اللي كانت حكمات على شباب الريف الحسيمي فهذاك قرار دولي. اما فيما يخص القرار ديالنا احنا فالجامعه هي اللي كتبت في هذا النزال. واخا كيفاش كتصرفوا امام فريق يعاني من المديونيه؟ كيفاش غتقنع هذا اللاعب؟ السؤال باش نبدلو، كيفاش غتقنع هذا اللاعب باش يمشي يسيني في فرقه هو عارف بان ذوك اللي كيلعبوا كيسالوا؟ كاين بعض اللاعبين اللي كيبغي كيكون الهم ديالو الوحيد هو المشاركات يعني في المباريات باش ما يبقاش جالس، وكتلقى بانه لاعب ممتاز ولاعب في المستوى العالي وخاصو يعني يشارك في المباريات، لانه لاعب السلاح ديالو هو المباريات لا كومبيتيسيون. بالنسبه للانديه اللي كتسالى مديونيه كنظن بانه ما كاينش بزاف الانديه اللي كاينه في المغرب كتسالى مديونيه، كاين الحمد لله انديه اللي هما ما عندهمش مشاكل كيخلصوا اجور لا في القسم الاول ولا القسم الثاني، كاين استثناءات اللي هي قليله، فكتحاول ما امكن انك تتعامل مع ذاك النادي بشكل يعني حبي، ما كتحاولش ما امكن انك تضخم
يعني المبلغ ديال التوقيع ديال اللاعب وتحاول ما امكن انك لان علاش انت وكيل باش تحاول ما امكن انك تنجح يعني لا رئيس ولا مدرب صاحبك ولا لاعبين ولما لا ان اللاعب تو يضحي شويه يوقع بثمن اللي هو يعني رمزي باش من اجل اول شيء من اجل يعني تعاون مع ذاك الفريق وكذلك ذاك الفريق راه كيتعاون مع ذاك اللاعب كيقدم له مباريات كيقدم له كيبينوا في الصوره كي يعني هذا هو المرخص اللي يقدر يكون يعني اما الانديه اللي هي كتكون والاكثريه ديال الانديه اللي كتكون عندها مشاكل ديونيه كيكونوا غارقين في اسفل الترتيب يعني كيكونوا ديجا اللاعبين اللي هما مخلصين ديجا المورال ما تيكونش ديجا ما كتكونش عندك لونفي باش تلعب ديجا كتكون مشاكل كثيره كل سيمانه كتقول بان هذه السيمانه غتحل المشاكل وهذه السيمانه غيعطيونا يعني الرواتب ديالنا هذه السيمانه غيعطيونا لي بريم ديالنا شوز اللي كتخلي يعني كاين بلا ما نذكروا بعض الانديه ولكن احنا كنشوفوهم قبلت عينينا لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني يعني يعني وكنتمنى على ان الجامعه الملكيه تلقى حل لهذ المشاكل هذه انا في نظري يعني انديه اللي عندها مديونيه كثيره توقف حتى تفضي المشاكل ديالها كلها عندك ساعات كما كيدار في جميع الدول يعني العالميه كما يعني بلا ما نحتاجوا عاد لا فيفا تاخذ قرارات في حق الانديه ديالنا ونتشوهوا امام العالم كامل يستحسن ان الانديه هي الراس الا ما عندهاش يعني ما عندهاش مبالغ ماليه باش يمكن لها تسير كره القدم تسير السنه ديالها فكنظن تشهر الافلاس ديالها ويتم ديك ساعات معالجه الوضع اما عن طريق الجامعه او عن طريق السلطات المحليه اللي هي موجوده في المدينه قرار الجامعه الملكيه المغربية لكرة القدم بمنح فرصة واحدة للمدربين واش ما كيضيقش عليكم انتوما مجال الشغل ديالكم مدرب خصو شي فرقة وحدة في العام ما غتبقاش كي المدربين غادي يعيشوا البطالة وانتوما ما تتوحلوا ما تقدروش تديهم لهنا لهنا وهادشي 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 السي نورتين كيما قلت حسن لا لا كيوسع هذا كيوسع يعني كيوسع المجال للوكيل باش انه يشتغل مع مدرب وجوج وثلاثة وأربعة لان مدرب الى جا وما قدمش نتائج راه كنت خصك انت لا انت باغي دير مدرب درب في القسم الاول وعنده سميه وتقدر دغيا ديه ولكن اسمح لي الله يخليك عاوتاني هذا الفريق اللي غينتاد بلاعب اللي يتاد بمدرب اصلا ما نجحش مع فريق وهو اللي دار انتدابات هو اللي استخلص والمدرب ملي كيخلص يعني ملي كتتم مخالصه معاه يعني ملي كينهي التعاقد ديالو مع فريق راه كيتخلص انا كلها يعني الجامعه ملي دارت هذا القانون راه باش تحمي المدرب ماشي باش تكرفس عليه ولا شي حاجه ديجا المدرب ملي كيوقع يعني ملي كيفسخ العقد ديالو مع فريق راه كيتخلص في المده ديالو كامله وهذا هو القانون اللي خرجت به الجامعه ولكن بالنسبه للوكيل راه كتبقى ليه فرصه في انه يجي مدرب اخر سي حسن تتم ما قاله الزميل ديالي نور الدين مصدق بما يخص الاطور فانا كنظن الى كان الاطار انه كيتعاقد مع واحد الفريق كيفسخوا العقد بيناتهم انا 90% سي نور الدين ان الفرق الاطر الوطنيه ديالنا تعاني وفي الوقت اللي كيفسخوا العقد ما بين النادي واش غيتخلصوا لا كيتفرقوا بكاب المدرب ديال العام على اين كاين اللي كيتخلص بالعام لا لا سي نور الدين كاين كاين اللي كيتخلص بالعام شوف لا داعي لذكر الاسماء هو فريق في القسم الثاني فسخ العقد ديالو مع مدرب خلصوا في السنه ديالو كامله هو فريق الله يخلي نو هو فريق في القسم الاول يلا فسخ العقد ديالو مع شوف راه المدرب ما غيسمحش وغيفسخ العقد ديالو الا تخلص المسائل ديالو كلها راه حتى المدربين ما ساهلينش يعني ما يمكنش غير اخرى كيقول لي اجي درب سير الاداره التقنيه ديال النادي انا ما حيدتكش لا هذه حاله واحده اخرى نو حنا ما كنهضروش على هذه حاله واحده اخرى يعني غادي هذه ما عشناهاش كثير يعني عشناها مره ولا جوج يمكن ولكن هذه الحاله اللي عشناها وحنا كنهضروا على هذه الحاله ديال السنه هذه ديال السنه هذه كاين واحد ثلاثه المدربين ولا اربعه اللي فسخوا العقود ديالهم لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني اللي توصلوا المستحقات ديالهم يعني يمكن له يمشي يجلس نمشي معك في السياق انت عندك جميع الخبايا فيما يخص الاطر الوطنيه نفس انا نمشي معك في نفس السياق عندنا اطر وطنيه اللي كتدرب الفريق وكتمشي معاه نتائج سواء مرضيه او غير مرضيه ولذا في الوقت اللي كيجي رئيس ما كيجي كيبغي يتفارق مع ذاك المدرب هذاك الاطار كيرضخ واحد القانون اللي هو موراه اسمع لي بالتراضي نقولوا بالتراضي داكشي على حسب العلاقه المدرب مع الرئيس وحتى الرؤساء ماشي في الصالح ديالو ان المدرب ما يتخلصش ولا ما ياخذش الاتعاب ديالو لان كاين محاسبه
لان ما يمكنش غادي نخلي انا غنعطيه النص ولا غيسمح لي في النص ولا هذه كتولي ديك الساعات حيت كاين دابا ما بقاش فين يمكن لك يتلاعب يعني سيرتو بالحسابات البنكيه ديال الفروق. كنظن بانه اي مدرب غيستخلص المسائل ديالو غيمشي يجلس، وهذا والجامعه كنظن بان راه دارت قانون صالح المدرب، لان كاين شحال مدرب جا شحال قبل من هذا القانون هذا، كان شحال من رئيس كيجري على المدرب تيقول له يلا جري طوالك، يلا سير اسيدي، ما كانش حتى مكتب النزاعات ما كانش، كيجي كيقيل لك غدا تيقيلو كيعطيه شهر ولا شهرين ضيعهم الله يعاون، دابا لا، دابا كاين قانون اللي هو في الجامعه ومسطر ان الا بغيتي تريزي لي مع هذا المدرب خاصك تخلص له السنه ديالو كامله. ولكن هادشي مكتوب ولكن الا بغيت انا كمدرب ندير التراضي. على حسب التعاقد شنو فيه؟ لان كاين بعض الاطر ديالنا راه ما كيديوش اللاعب ديالو كيدي شهرين ديالو وكيريجي لي الكونترا ديالو مع النادي وكيمشي. ماشي شهرين لا ولكن شوف انت اللي ما حققت انت عندك رئيس وعندك مدرب ما حققش النتائج اش تحتفظ به؟ راه كاين ضغط ديال الجماهير كاين ضغط ديال الالترا دابا راه ولينا في مشاكل كبيره ما يمكنش لان علاش مدرب اللي غادي ما يحققش النتائج راه غينوض لك الشغف في الملاعب راه وقع الصداع راه وقعت مشاكل راه كيران تهرسوا كاين مبلات تهرسوا كاين ناس اللي ماتت بمشكل ديال المدرب اللي ما حققش النتائج. حنا خصنا نحافظوا على الامان على السير يعني الامان ديال كره القدم الوطنيه خصنا نحافظوا عليه يعني الاجتماعي ايضا فعلا لان مادام مدرب انا من راسي نكون مدرب ما نحققش نتائج نقول لهم السلام عليكم الله يخليكم انا راه ما استطعتش نجح معكم. اذا ما غاديش المستحقات ديالو كامله يديها ولا ما يديهاش المهم انا كنقول لك على البقاء ديالو ولا الفيصل كيتكلم على البقاء والتراضي. طيب وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في جليسه رياضيه في المحطه الثالثه تدوينه مثيره للجدل هذه المره تتعلق باللاعب محمود بن حليم. سي حميد اللاعب محمود بن حليم لاعب الرجاء اللي كتعرفوا في الندوه الصحفيه ديال جمال السلامي قال بان خاص هذا اللاعب يمشي يقلب على فرقه كاين واحد التدوينه اللي انا ما كنتفقش مع المضامين ديالها وخاصه بعض الكلمات ديالها ولكن بن حليم خارج اسوار الرجاء بقرار من السلامي. كان بن حليم خارج اسوار القلعه الخضراء فالاطار الوطني سي السلامي هو صاحب القرار الاول هو اللي رجعوه باللي جا السلامي راه جابو بالفعل ولكن ربما اللاعب يعني ما شاف فيه الاطار داكشي اللي كيتمناه لكل الاطر الوطني ما كيكونش يلعب لان ما كيجيب اللاعب ديالو انه كيبغي نتائج مرضيه حتى باش يمشي بنتائج اللي استحق النادي. السي جمال السلامي شاف باللاعب انه ما يليقلوش داخل المجموعه ديال القلعه الخضراء ف خرج بواحد الصريح تيقول لك الان اللاعب خصو يقلب على النادي فعلا مرحبا فاللاعب الان موهوب لاعب حتى هو عنده كفاءات ممتازه عنده مهارات عنده لذا فكنتمنى الخير لهذا اللاعب هذا ويبدل الاجواء انا كتبان لي. سؤال عندي لك نور الدين لاعب كبن حليم مازال العقد ديالو يسالي حتى النهايه ديال الموسم واش عنده الحق انه يوقع عقد مبدئي مع نادي اخر؟ يمكن له فعلا ولكن ماشي دابا يعني في شهر 3 يمكن عنده الحق انه يعني كتبقى 3 شهور ديال نهايه العقد ديالو. الفتره هذه دابا لا هذه لا الا عطاته خصو ترخيص من الرجاء ما يمكنش يوقع عقد احترافي الا وقع حق احترافي يمكن له يتوقف لان مازال عنده العقد ساري مع فريق الرجاء يعني بامكانه يوقع عقد. دابا الرجاء كتقول لي قلب على فرقه يعني جيب فرقه تتفاهم معاه هو ما بغاش يجيب فرقه ما غيبقى يتسنى تيسالى العقد ديالو غيبقى يتريني يتريني ما يمكنش يتريني مع الجروب غيتريني مع ليسبوار غيتريني مع شوف هادو مشاكل داخليه ديال الرجاء ما يمكنناش نخوضوا فيها حيت هما اللي قال لك احنا نقول لك الشيء اللي على الرجاء احنا ما كنقصدوش به الرجاء احنا المدرب كنتكلموا على القضيه المدرب هو القرار تقدر توقع في الرجاء توقع في فريق المدرب آخر. المدرب هو صاحب القرارات كامله في جميع دول العالم المدرب هو اللي كيقول لك انا بغيت هذا اللاعب ولا ما بغيتوش المدرب من حقه انه يقبل على عبد الحالي بن حالي يبقى في الجروب ومن حقه يخرج من الجروب هو اللي كيشوف مصلحته ومصلحه الفريق ديالو والمكتب المسير ما كاينش محاولات باش ترجع اللاعب ما يمكنش يعني المدرب هو صاحب القرار راه المدرب النهار اللي كيخسر المدرب راه المدرب النهار اللي كتخسر الفريق راه المدرب اللي كيتلام النهار اللي كيربح الفريق راه المدرب اللعابه اللي واش المكتب المسير للفريق الرجاء البيضاوي هو اللي قال بن حليم قلب على فريق جيبنا فريق ونسرحوا ونعطيك كل الوثائق ديالك نسرحوا ولا اللاعب طلب ورقاته مادام ان الاطار سي جمال السلامي هو اللي قال له قلب على فريق راه ما يمكنش اللاعب غيمشي يقلب على فريق مادام ان اللي غادي تسرحوا انا ذاك بن حليم لاعب موهوب ما في لا انا ذاك اللاعب
عنده وكيل ديالو 99% عنده وكيل ديالو. لذا داك الوكيل في الوقت اللي كيتفرقوا بالتراضي وكيعطوه الليبراسيون ديالو، انا داك الوكيل ديالو كيبحث له على لاعب على باريس. شكرا حميد، وصلنا لنهايه الحلقه الوقت مره سريعا. شكرا نور الدين دغيا داز الوقت ما كاينش لي زاري جو، وهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم جليسه رياضيه. نتلاقاو معكم في حلقه اخرى في مواضيع اخرى بضيوف اخرين. الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، الى اللقاء.